بس برضه انت بتصعبي الموضوع، لا يعني والله هو حقيقي فريق ولازم يكون الفريق متكامل يا رضوى، ولكن اكيد. هل عشان ابدا بدايه صحيه قويه لازم ابدا باحد اعضاء الفريق ده الاول قوي، يعني مثلا العقل الذهن الاول وبعد كده انتقل للحاجات التانيه؟ حلو، ميرسي جدا على السؤال ده. بقى هقول لحضرتك ليه، لان احنا دايما لما بنيجي نتعلم حاجه بندخل بقى هتغير هعمل كله فبنعملش حاجه. بالظبط صح. انا هكتب الاربعه، هسال نفسي انا شايفه عندي دروب في انهي واحد، يعني كاني حريت نفسي. لا انا شايفه في الجانب ده انا نوعا ما كويسه، لا انا ده بعرف اغذيه، لا ده انا فعلا في الحته دي. هبتدي الاول بالحته اللي انا شايفاها اضعف حد في الفريق عندي تمام. واحط له خطه بالراحه، بيبي وانا ستابس. هعرف يعني هعرف اقيم ده من نفسي مع نفسي، ولا هحتاج حضرتك ان انت تقولي لي مثلا؟ لا في حاجات بتبقى ظاهره مش محتاجه، زي ان انا ملاحظه اني شخصيه سلبيه، انا على طول متشائمه، على طول بقدر البلاء قبل وقوعه، دي حاجه مش محتاجه حد يلفت نظري. اوكي. اني الغالب عليا مشاعري حزينه، الغالب عليا، فتقولك هي مالها كده ما فيهاش روح، هي مالها كده تحسي ما فيهاش طاقه مطفيه، باين ان انا عندي نقص في البطاريه، عندي في الكهرباء بتاعتي في الطاقه. ولو انا مش عارفه هسال متخصص، هسال مساعده. هل علاقاتي بالناس اللي حواليا ممكن تبقى مؤشر لاني عندي نقص في حاجه معينه؟ يعني مثلا اهلي في البيت او صحابي اصدقائي في توتر، قصدك مثلا يا رضوى في بالظبط العلاقه كده بينك وبينهم مثلا؟ بالظبط. هل التوتر او ان يكون في مشاكل في علاقه ما ده ممكن يبقى مؤشر على ان انا اللي عندي مشكله في حاجه من الاربع حاجات؟ بالظبط. ولا هم ولا هم حل. لما بتكون في علاقه واحده هنا بنقعد نتكلم نشوف المشكله فين. بس لما بيكون باترن كل الناس، ده يقول لك كل الناس شايفاني حساسه، لا يبقى انا عندي هنا دليل ان انا عندي جوه مشكله. كل الناس بتقولي انت عنيده، لا هنا دي ساين ان انا جوه عندي مشكله. هي هنرجع تاني نفس المشكله، وهي ان الواحد مش دايما بيبقى قادر يواجه نفسه ويقول ايه طالما هو باترن وكل الناس بتشتكي مني في النقطه دي يبقى الخطا عندي انا. بالظبط، بلاش نقول خطا، نقول يعني مسؤوليه. بالظبط. ما هو احنا دلوقتي بنقول ايه، اي حد عايز حياته مش تبقى عايز احلى. بالظبط، يعني مش عايز يعترف. شايف exactly. ان انكار، الناس عنده اللي denial. شايفيني كده حلو. اللي هيفضل عنده انكار ودينايل هنقول له تيك ريسبونسبيلتي، هتفضل دايما كواليتي حياتك تحت. هنواجه ونحل، يلا بينا نطلع فوق. هنفضل في دينايل، لا هم اللي عندهم مشكله وانا، هنفضل بقى واقفين ستوك عطله، وعمر ما الكواليتي بتاعت حياتك هتتغير. عشان كده دايما بنقعد نقول الناس كل حاجه بتظهر لنا بره في السكرين في حياتنا هي جايه تقول لنا على حاجه جوه، مسج جوه، ما ينفعش نجنور. خدي كل حاجه دايما هي جايه تقول لك مسج، جايه تلفت نظرك لحاجه. اللي هيركز برافو، اللي هيعمل دينايل. طب امتى نبتدي نجني ثمار بقى الاعتراف ده ونستمتع بقوه هذا الفريق اللي جوانا؟ حلو. هو الاعتراف لوحده مش كافي، احنا طبعا لازم نعترف ونورك اون، نبتدي بقى نطبق نتغير. عرفنا لوحدنا، في كتب دلوقتي ما اكتر المتخصصين والكتب والبرامج والمحاضرات، لازم ادور على مشكلتي وادور اني احلها لوحدي. عرفت برافو خير وبركه، ما عرفتش يبقى ساعتها هلجا للمساعده، حد يا جماعه متخصص ساعدوني بليز، حطوني على التراك. بعد كذا مره بتبتدي الفروت تطلع، يعني مفيش حد بيروح الجيم النهارده بترجع الله انا جسمي فت وفظيعه خالص. بعد كذا مره واستمراريه، ايه ده الله بدات احس جسمي احلى، اتشد من هنا الله بقت فت الله الماسلز الله كل حاجه عايزه. طب وقت. هنا بقى هحس بايه في الجانب النفسي اللي احنا بنتكلم عنه؟ يعني الحاجات الايجابيه بقى هتبان في ايه نتيجه اللي انا بداته ده؟ اولا هتبان في احساسي انا اصلا في نفسي، انا حاسه قد ايه، حاسه بثقه اكتر مثلا، بثقه باقبال على الحياه اكتر. في ناس تصحى الصبح اللي هو صحينا يعني كده بقى بالظبط. ها بقى في ترجمتي زي ما بقول الامور، فبحس في ناس تقول لك انا ما اعرفش فجاه، عارفه يقول لك الدنيا ضحكت لي فجاه، ما اعرفش الدنيا ايه اللي حصل، والله بقت احلى. هي مش احلى، هي انت اللي غيرتي النضاره، انت اللي غيرتي الترجمه. فهي هتبان لما اللي جوه بيتغير اللي بره بيتغير، مش العكس. أصعب حاجة الواحد لما يجي يشتغل عليها بتكون إيه؟ يعني طالما اللي هي في فترة اللي إحنا خلاص خلاص اعترفنا دي، بعد كده إيه التحدي، أول تحدي بيقابلنا؟ أول تحدي مش إن كلنا عندنا نقط بتكون قوة وضعف، نقط أنا مرنة إن دي أفضل أوكي هتغير فيها، أقنعتيني يا نرمين إن أنا دي هتغير، وفي حتة بيبقى عندي فيها ألم فبفضل هنا حته جوايا اللي هي بتبقى عايز تبقى ضحيه او مقاومه. بس ليه انا، هم برضو عملوا،
طب بس ليه انا اللي اتغير مش هو اللي اتغير؟ طب ليه انا اللي ابتدي مش هي اللي تبتدي؟ طب ليه انا اللي اقول نتجوزها ازاي؟ بس ما هو اعتقد كلنا بنمر بيها. ما عشان كده احنا هنا بنشتغل، عشان كده بنقول تدريبات العقل، بنبتدي بقى هنا نشتغل معاها ان العقل لازم اعيد البرمجه، ان بقى بنقول باي باي بقى الفيكتيم مينتاليتي، ان هي مش هتوصلنا لاي حاجه، ويلا بقى نبتدي نتيك ريسبونسبيلتي، انا اللي هتعافى، انا اللي هوصل اللي انا عايزاه.